البتاع ده بيشتغل ازاي. انا منير والنهارده هعمل لكم شريمب باستا. بصراحه انا مش بعرف اطبخ بس عادي يعني دي باستا اكيد مش هتبقى صعبه قوي. اول حاجه هنعملها هنسلق المكرونه. هنستخدم النهارده الجلوتين فري باستا بتاعت لايت بايت. هنجيب حله فيها ميه سخنه هنحط بقى شويه ملح المفروض نص دي يعني. ده بيشتغل ازاي؟ المكرونه بتتقلب بايه؟ الكوكينج تايم من 3 to 5 minutes فسيبها كده في الميه. هسيبها في الميه مثلا 5 دقايق. دلوقتي هنشوح الجمبري في الطاسه. هنحط زيت زيتون هنسيبها تسخن شويه وبعد كده نحط عليها بقى الجمبري على طول. بقالنا كتير قوي مستنيين الزيت زهقت بصراحه. غلط وش كده صح؟ لازم احطها بحاجه اكيد. مش مشكله خالص. ده السيزنينج نحط معلقه ونحط ملح فلفل. اخر حاجه بقى نحطها الليمون. دلوقتي هسيبها على النار ونقطع بقى الطماطم. دي سهلة دي. لا دي باظت. دي برضه باظت. أبعك صح؟ أكيد أنا بقطعها غلط. كفاية عشان أكتر من كده هتيجي على التيشيرت بتاعتي. بعد كده نقطع الجارليك. صح كده؟ هي كده شكلها مظبوط خلاص فهمت. التوم انا اكيد قطعته غلط لازم حد يجي يساعدني. ممكن حد يساعدني؟ ده اكيد بايظ صح؟ ده هنقشر التوم. اوكي ماشي اوكي اقعد اهرسه بس واقعد اقطعه كده صغير بس كده. امال انا كنت متعصت في ليه؟ عامه الموضوع طلع سهل قوي مش عارف انا ليه كنت مصعب على نفسي. قبل بقى ما احط الكلام اللي انا قطعته ده لازم نقلب الشيمب على الناحيه الثانيه عشان يبقى اخد وشين يعني. انا هقعد اعمل واحده واحده. هنحطه في طبق وبعد كده نبدا نعمل الصوص بقى. دلوقتي بقى نحط اوليف اويل رشه كده ونحط بقى الحاجات اللي قطعناها. بعد كده كنا هنحط البهارات بابريكا زعتر وتشيلي فليكس مش عارف ايه دي يعني بس هي مكتوبه في الريسبي. احط بقى الهافي كريم بعدين هنحط الميه بتاعت الباستا فاضل بس كده الجبنه. اول مره اجربها. لا في مبشرة تقريبا ورا. كده اسهل كتير. والله شكلها بجد حلو مش عارف طعمها هيبقى عامل ازاي بس اتليست شكلها حلو. تهيألي هي كده جاهزة. والله شكلها حلو جدا جامدة. والله جامدة جدا. I'm actually proud من نفسي والله لان انا كنت متأكد ان انا هخايش. ممكن بقى تيجوا كلكم تجربوها دلوقتي وقولوا لي رأيكم بجد. ما تخافوش تعالوا والله طعمها حلو. قولي رأيك بجد. ودي حتة مش ده تهدير. والله العظيم طعمها حلو. لا منير I'm so impressed. التوابل مظبوطة يعني مش ايوه يعني مش ناقصة معايا. هي صدفة بس هي طلعت حلو. لا ده برافو. جربوها وقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وقولوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوني بطبخ ايه المره الجايه.